كندا الدولة الحلم بالنسبة للجزائريين عامة وللقسنطينيين خاصة، الدولة التي يرغب الكثيرون العيش والاستقرار فيها خاصة مع تزايد فرص العمل بها. كندا الإنسان وين يكون أحسن سواء في بلده ولا آيوغ. هذيك الأرض اللي تلموا، هذيك هي الأرض اللي يعيش فيها. أي مواطن جزائري يعني ويكون دبلومي يعني متحصل على شهادة ولا قادر يروح لتم مثلا يستالي خصوصا إذا كانت عنده مثلا إمكانات يقدر يلتم يحسن ظروفه المعيشية. ونظرا للإقبال الكبير للهجرة نحوها، فقد انتشرت الكثير من مكاتب التهجير الوهمية التي يحذر منها الخبراء المعتمدون للهجرة. راني سنة وانا نهضر في نفس الموضوع، ما زلنا ندوروا فيها. اللي كاين المكتب مازال هنا في قسنطين وعنده فروع في جيجل مالي شون راه، اللي مازال حتى لدرك يقول للناس خلصوني الدراهم ونجيب لكم لي كونطرا دو ترافاي، وهي تلاعب تلاعب بالنية تاع الشخص. روح كيفاش تمد الواحد تقول له خلصني باش نجيب لك الخدمة؟ ما كانش اختي سي جي ليكسبيكي جو لو ريكسبيكي في كندا ميم انا جو سوي اجونس دو ريكروتمون، خدمة تاعي جو ريكروت لي جون، جو ني با لو دووا اختي باش نقول لك هاكي خدمة خلصني باش نعطيك الخدمة، نجيبها لك بالسيفي تاعك باطل. لومبلويور اللي مد لي الخدمة هذه باش نسيب له الخدام هو اللي خلصني. بيني بينو ما عنديش الحق باش الموظف يخلص. هنا راهم دايرينها ان فون دو كوميرس. الكثير من الجزائريين وقعوا في فخ المكاتب الوهمية للهجرة التي يبيعهم أصحابها الوهم بمبالغ باهظة، ما يستدعي ضرورة تحرك المسؤولين والجهات الأمنية من أجل التوقيف والردع.